اتصل بدار رئاسة الجمهورية بتقديم أوراق اعتماد السيد شان شايا كينغ سفير الصين الشعبية إلى السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية. واستقبل السيد الرئيس السفير الجديد الذي قدم لسيادته أوراق اعتماده لحضور السادة وزير الخارجية وكبير أمناء القصر الجمهوري وكبير اليوران. قدم السفير للسيد الرئيس أعضاء السفارة وصافحهم سيادته. وفد إلى القصر الجمهوري بالقبة رئيس وأعضاء الوفد الثقافي للصين الشعبية الذي يزور القاهرة الآن، وذلك لتحية الرئيس جمال عبد الناصر. واستقبل أعضاء الوفد الرئيس عند دخوله إلى بهو القصر بالتصفيق، ومر الرئيس جمال عبد الناصر على أعضاء الوفد فصافحهم مرحبا بزيارتهم، وحيا رئيس الوفد الرئيس جمال عبد الناصر قائلا: لقد عرفناك في بلادنا مؤيدا لقضية الصين. ثم قدم لسيادته هدية من صنع بلاده رمزا لصداقة الشعبين العريقين. وقد حمل الرئيس أعضاء الوفد تحياته للرئيس ماو تسي تونغ ورئيس شوين لاي وشعب الصين المجيد. On the other side, we have lots of others who are helping us, not only China, but China as a big power who has now the veto, one of the five powers. Really, it was something very encouraging to us. بعد ذلك عقدت قمة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني تناولت تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ثم عقدت جلسة مباحثات موسعة انضم إليها وفد البلدين تناولت دفع العلاقات الثنائية بين مصر والصين إلى آفاق أرحب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. أشرقت شمس العالم، وأشرقت معها حضارات أضاءت الأرض بنورها. عرفت البشرية بخيرات الأرض، وأخبرتها أسرار الكون. اكتسبت مكانتها بالقوة والعلم. اكتشفت أرجاء العالم، أبهرت الدنيا بالجمال والفن. فكانت العظمة وكان الخلود. مصر والصين تاريخ واحد من الحضارة. رغم اختلاف المكان والزمان، هناك شعوب يجمعها ما هو أقوى من الأرض والتاريخ. شعوب تشابهت في الروح والطابع، فالتقت في طريق واحد، طريق النضال، الثورة من أجل الحرية. تلاقت فتقاربت وتفاهمت ودعمت بعضها البعض في أوقات المحن.
مصر والصين مصير واحد. من عراقة الشعوب وتراثها تحققت الإنجازات، شاركنا العالم رحلة التقدم، ربطنا بين أطرافه المترامية، تعاوننا، تبادلنا الخبرات، التكنولوجيا، الثقافة، نسعى للازدهار ونحلم بمستقبل أفضل لشعوبنا. مصر والصين حلم واحد.